facile là. Tout est prêt. Normalement, sa gestion comptable, Mohalé Hattoléomontars. Gestion comptable, Ralebanat Hattoléom, les politiques. Par contre, sa gestion économique, Yadrait Hattoléomontars, les échanges extérieurs. L'ouverture à l'économie, Madakhlash. Ou l'équin Radin Choufougar, un petit résumé là, yani Machichi Hajalé, Donc, أول حاجة خصني نعرفها في لي زيشونج اكستيريور هو لي نوسيون ديال لو ليبر اشونج اي لو بروتكسيونيزم يعني لي فوندمون تيوريك ديالهم كيفاش كنحسبوا لو ليبر اشونج وكيفاش كنحسبوا لو بروتكسيونيزم بالنسبة للوفيرتور على الاكونومي ما فيهاش بزاف غادي نشوفوها غير دو غير دون فيو جينيرال وصافي دونك هنا غادي نبداو بلو ليبر اشونج بالنسبة لو ليبر اشونج شنو كيعني هو تو سامبلومون لا ليبرتي دي سيركولاسيون ديال تو لي بيان ايكونوميك ستادير لي بيان لي سيرفيس لي كابيتو اي لا موني اونتر لي بيي في لو ليبر اشونج شنو كيديروا الدول كيحيدوا الحدود بيناتهم يعني حدود اقتصاديه يعني ما كيبقاوش لي دروا الدوان دونك سوبريسيون ديال لي دروا الدوان اللي خصني نعرف في هاد لي ليبر اشونج هو ان كاين دو تيوري كاين لا تيوري ديال لي زافونتاج ابسولي ديال ادم سميث غادي يجي واحد ليكونوميس ادم سميث سي ان ايكونوميس كي تري تري كونو في ليكونومي كيقول لينا بان Au niveau du libre-échange, un pays a intérêt à se spécialiser dans la production des biens pour lesquels ses coûts de fabrication sont très plus faibles qu'à l'étranger. Il y a quel Maghreb qui s'en a le phosphate. إلا كان الفوسفات كيتقام عليه رخيص يعني أرخص برودكسيون بارابور لي زوتر بيي اللي كيصنعوا الفوسفات في العالم فغادي في المغرب إلى انتيغي أ برودوير لو فوسفات يعني هنا آدم سميث قال لنا بأن لو بيي من الأحسن يتسبيسياليزا في واحد لا برودكسيون ديال لو بيان اللي غادي يتقام عليه رخص بارابور لترونجي غادي يجي التلميذ ديالو دافيد ريكاردو غادي يجيب لنا اون تيوري كي ديفلوبي على تيوري ديال لي زافونتاج ابسولي اللي سميتها لي زافونتاج غولاتيف قال لك ان بيي نو ديسبوزون با دافونتاج ابسولي دو سو سبيسياليزي لا او سون دي زافونتاج اي لو بلو بيتي بارابور اوز اوتر بيي دونك انا دافيد ريكاردو شنو قال لنا قالنا بان الا كان مثلا المغرب كاع لي برودكسيون تقاموا عليه غاليين شنو غادي يمشي غادي يمشي يقلب على ديك لا برودكسيون اللي كتكون اللي كتقام عليه رخيصه بارابور مثلا لثلاثه ولا اربعه ديال لي برودكسيون اللي كيدير هو داكور دونك ادم سميث كيقول لك لا برودكسيون لا بلو فا لا موان شير Ou David Ricardo qui goulik la production où il a le désavantage le plus petit. Waha, chnao ma les avantages et les inconvénients dès le libre-échange. Le libre-échange, les avantages d'Yalo, ou l'augmentation de la concurrence, c'est-à-dire la baisse des prix. Yani, fesh ken haydou l'houdoud mabin d'ouel, chnao kita, ou anna les produits étrangers. كيجيو كيدخلوا المغرب كيوليو ينافسوا الشركات ديال المغرب اوتوماتيكمون الشركات ديال المغرب غادي يهبطوا لي بري ديال لي برودوي ديالهم علاش يهبطوا لي بري بور اتر كومبيتيتيف لان كنكونوا
Nous faisons de la situation de concurrence. Augmentation des investissements. Augmentation des recherches et développement, c'est-à-dire que les entreprises, la recherche, développement et l'innovation, pour produire un produit de meilleure qualité. La concurrence. Un large choix de produits pour les consommateurs. Le consommateur m'a dit qu'il n'y a pas d'horaire de la chaleur. Les produits sont des produits. Ou des charges ou des libres. Donc, les avantages d'IEL, le libre-échange. D'abord, on a deux ans, les inconvénients. Il y a des choses qui sont très bien, mais le libre-échange. Ou le haja, l'économie, que tu voulais vulnérable aux crises extérieures. Parce qu'on a des choses. كندخلوا في واحد الحاجه اللي سميتها لا مونديالايزاسيون العولمه سي تادير كو كنوليو نيمبورتيو دي برودوي من برا ونيكسبورتيو لي برودوي ديالنا الى طرات شي كريز في العالم وحنا دايرين بزاف ديال لي زاكور دو ليبر شونج مع بزاف ديال لي بيي دونك اوتوماتيكمون فاش دوك لي بيي اللي كنديروا معاهم لي زيشونج كيتاثروا حتى الاقتصاد ديالنا غادي يتاثر ثاني حاجه La concurrence des produits étrangers va augmenter le chômage. Parce que j'ai un produit qui est le Maghreb, ou le produit plus compétitif est le produit du Maghreb, automatiquement, le Maghreb va dire que le bien est Donc, augmentation du chômage. Qu'est-ce que tu veux Une dépendance économique. زيد عليها لا بيس ديال لي روسيت فيسكال فاش كنحيدو لي دووا الدوان ليطا كنقصوا ليها لي روسيت دو دووا الدوان يعني لي روسيت فيسكال كنقصوا اوتوماتيكمون سا فا امباكتي لو ديف لو سولد بيدجيتير بالنسبه للبروتكسيونيزم كاين فيه جوج ديال لي زيكونوميست مي كيقولوا تقريبا نفس الحاجه Donc, شنو هو لو بروتيكسيونيزم هو تو سامبلومون واحد لا بوليتيك ايكونوميك كي روبوز على لا بروتيكسيون دي زاكتيفيتي ناسيونال اي لا بيناليزاسيون دو لا كونكورونس اترونجير داكور شنو كيعني هادشي كيعني ان الدوله غادا تحمي لي زونتربريز ديالها عن طريق لا ليميتاسيون ديال لي برودوي اترونجي يعني الدوله كدير الحدود يعني لي برودوي اترونجي ما غاديش يبقاو يدخلونا بزاف المغرب بالنسبه لابروش تيوريك ديال فريدريك ليست كيقول لنا بان فاش الدوله كدير البروتكسيونيزم فهاد الشيء كيخلي ان ليكونومي تكبر بشوية بشوية à travers les petites industries. يعني on va encourager les industries naissantes. يعني صناعات اللي باقين صغار أو دوك les entreprises اللي باقين صغار ما غاداش تكون عليهم المنافسة بزاف علاش لأن le produit étranger il est limité. Du coup, تاهما ما غادي يديروا بلاصون في le marché marocain en premier lieu ou le marché international en deuxième lieu et à long terme bien sûr بالنسبه لا تيوري ديال اش او اس ما بقيناش كنخدموا بها بزاف نورمالمون فاش كنديروا لو ليبر ايشانج qui connaissent les exportations kbar ou les importations kbar. بالنسبه للبروتكسيونيزم لا بروتكسيونيزم العكس حيت اش كنسدوا الحدود ديفينيسيون ديال البروتكسيونيزم سي اون بوليتيك ايكونوميك كي بيرمي ا ليتا دو ليميتي لونتري دي برودوي اترونجي هذه هي لا ديفينيسيون ديالها
Donc, بالنسبة للبروتكسيونيزم، وي هادو هما لي تيوري اللي كاينين، ميركونتيليزم و فريدريك ليست. شنو اللي نقدر نعاود لك يا ياسمين؟ بروتكسيونيزم ولا ليبر اشونج؟ دونك واخا انا غادي نعاود بروتكسيونيزم. داكور، دونك لو بروتكسيونيزم شنو كيعني؟ هو ليميتي لونتري دي برودوي اترونجي، تو سامبلومون. الدوله كدير الحدود باش لي برودوي اترونجي ما كيبقاوش يجيو يدخلوا للمغرب. علاش؟ بيان سور لوبجيكتيف هو اننا نبنيو واحد ليكونومي كي انديبوندون دو ليكستيريور، باش ليكونومي ديالنا ما تبقاش عوالة غير على لي زيكسبورطاسيون لي امبورطاسيون. بالنسبة لفريدريك ليست شنو غادي يقول لنا؟ غادي يقول لنا بأن فاش الدولة كدير لي ميزور بروتيكسيونيست، سيتادير كتسد الحدود مع لي زوتر بيي، سافا بيرميتر لا كونستركسيون ديال دي زاندستري نيسونت. يعني غادي يطلع القطاع ديال الصناعه، غادي يبدا يكبر بشويه بشويه، وان فوا نحسوا بان الصناعه ديالنا ولات قويه ولات شاده مزيان، فاوتوماتيكمون ديك الساعه نقدروا نديروا دي زاكور دو ليبر اشونج مع دوتر بيي، نكسبورتيو لهم داكشي اللي كيصنعوا لي زونتربريز اندستريال ديالنا، ونامبورتيو داكشي اللي غنكونوا محتاجين ليه. دونك شنو هما لي ميزور؟ كيفاش كنحسبوا لو بروتيكسيونيزم؟ ما كنحسبوش، مي بليتو كنطبقوا واحد لي زوتي. شنو هما لي زوتي اللي كنطبقوا؟ كاين ثلاثه، كاين لو بروتيكسيونيزم تاريفير، وكاين نون تاريفير، وكاين مونيتير. لو بروتيكسيونيزم تاريفير هو فاش الدوله كتطلع من لي دغوا الدوان، يعني كتطلع من لي دغوا الدوان باش لي زونتربريز ما يبقاوش يديروا لي زامبورطاسيون و لي زيكسبورطاسيون. ثاني حاجة subvention des exportations et de la production. يعني هنا الدولة شنو كدير؟ كتسيفونسيوني les exportations، يعني كتعاون الشركات المغربية، كتعاونهم بواحد لو مونطون دارجون باش كيطلعوا من les exportations وكيطلعوا من la production. deuxième outil اللي كاين هو protectionnisme non tarifaire. Non tarifaire, qu'il y a bzaf, qu'il y a les prohibitions, les contingentements, les restrictions quantitatives, les quotas, etc. Et il y a protectionnisme non tarifaire, et il y a droit à des outils de le protectionnisme où l'État qu'est-ce tout simplement l'entrée de le produit. D'accord? Qu'est-ce l'entrée de le produit? بأون فاصون أو أون أوتخ. زعما شنو كتقول؟ مثلا ناخدو مثلا أن برودوي لي كيتوشي مثلا نوتخ غوليجيون، مثلا اللحم ديال الخنزير. الدولة غادي تمنع اللحم ديال الخنزير. علاش؟ حيت إلي بخويبي، إلي انتردي علينا باش نكونسوميو. دونك هادي سي أون فورم دو بروتكسيونيزم نون تاريفير. بالنسبة للبروتكسيونيزم مونيتير، هو فاش ليطا كتستعمل لا بوليتيك مونيتير اكسترن، سيتادير كتستعمل لو طو دو شونج وكدير لا ديفالياسيون. يعني هنا الدولة شنو كدير؟ فاش كدير لا ديفالياسيون اوتوماتيكمون لو لا فالور ديال الدرهم غادا تهبط بارابور لا فالور ديال لي زوتر devise. Du coup, le dirham va devenir moins compétitif à l'extérieur. بالنسبة لهاد لي انسترومون، كيفاش كيتحطوا لي كيسيون؟
كيقول لك كيعطيك مثلا واحد لانكس وكيقول لك ديجاجي دي دوكيومون دي زوتي مثلا ان اوتي ديال بروتكسيونيزم تاريفير و ان اوتي ديال بروتكسيونيزم نون تاريفير مثلا اتيتر ديكزون بروتكسيونيزم اونسيان و مودرن كاين ولكن سي تيوريك ما كيتحطش في وطن Prohibition, c'est-à-dire interdiction, c'est-à-dire où le produit est ممنوع يدخل المغرب مثلا. واخا protectionnisme monétaire. Donc monétaire, شنو كدير الدولة؟ كتهبط la valeur ديال le dirham باش نقصوا من les importations. باش ما نبقاوش نimporter بزاف. لأن إلا نقصنا من la valeur ديال le dirham فاوتوماتيكمون لي برودوي اللي غادي نبقاو نجيبو من برا غادي يتقامو علينا غاليين داكشي علاش كنديرو لو بروتيكسيونيزم مونيتير وي راه كاينين بزاف دي انسترومون دو بروتيكسيونيزم ولكن انا هنا حاولت نحط لكم غير اللي كيتحطو بزاف دونك Les avantages du protectionnisme, qui est bzaf, ولكن ما غاديش نقدروا نشدوهم كاملين, نقدروا نشدو غير ثلاثه مثلا. اول حاجه limiter les importations, يعني الاطا ما كتبقاش دير les importations بزاف. Amélioration des centres commerciaux, علاش؟ لان الا les importations هبطوا, automatiquement le solde commercial غادي يتحسن. ثالث حاجه amélioration des recettes fiscales les entreprises غادي يبقاو يديروا les importations les exportations les produits اللي غادي يبقاو يجيو من برا غادي يبداو يخلصوا عليهم واحد لو بري طالع في لا دوان du coup les recettes fiscales غادي يطلعوا بالنسبه لي ليميت ديال البروتكسيونيزم اول حاجه كيولي عندي ان غوتار تكنولوجيك C'est-à-dire que, puisque quand consommer ou les produits marocains, automatiquement, les produits marocains, mais qui sont développés, qui sont moins développés que les autres produits des autres pays. Qui connaît une faible qualité des produits d'Italie. يعني ما كتكونش عندي اون بون كاليتي ديال لي برودوي ثالث حاجه ليزولمون ايكونوميك دو بيي دابا فاش كنسدو الحدود كنوليو منغلقين يعني ليكونومي ديالنا كتعتمد غير على لو برودوي ناسيونال لو برودوي محلي دوكو كنوليو بعاد على لي زوتر بيي وكنوليو فحال كنعيشو واحد لو تيب ديال لو سو ديفلوب Exactement, pas d'innovation. Normalement, la valeur des dirhams est bien à tnqss les exportations, mais même bien à tnqss l'importation. Oui. Donc, les risques qu'on tchdo, c'est que les avantages du protectionnisme ont les limites du libre-échange. Ou les avantages du libre-échange ont les limites du protectionnisme. دونك دابا غادي نشوفو كيفاش كيتحسب كيفاش كنحسبو لي زيشونج اكستيريور يعني ما كنهضرو على ليبر اشونج بالنسبه لي زيشونج اكستيريور كاين بزاف ديال لي بالانس شنو اللي خاصني نشد خاصني نعرف بان عندي لا بالانس دو بايمون هي اللي كتكون فوق لا بالانس دو بايمون كتقسم لثلاثه ديال لي كومبوزون كاينه la balance des transactions courantes OK le compte capital le compte financier la balance des transactions courantes qui connaît faire la balance commerciale ou la balance des invisibles la balance commerciale qui confère
les exportations et les importations de biens, ou la balance des invisibles, qui qu'on fera les services. Les services, nous avons un double service. Transport, télécommunications, tourisme, etc., etc. Les revenus. Les revenus qui sont jauge, qui est un revenu primaire, revenu secondaire. Les revenus primaires, on met les revenus des agents économiques, les qui diront la production, ou les qui servent la production. Donc, les qui servent la production, quand partagent eux-mêmes les richesses, les tibères offrent le marché. Bénisbel le revenu secondaire. Les revenus secondaires, on met les revenus, les mecs d'un bouche à l'homme, c'est-à-dire, on met les revenus, les qui j'ai un homme, par exemple, Halmachalan, Anna, Aïch, Kaza, ou un des chouïfs américains, pour la charge qui s'est liée à Machalan, 1000 dollars. Avec 1000 dollars, qu'elle trouve les revenus secondaires. Hitch, Madrch, un effort physique, Bachadit. Zaïd, les transferts courants, les transferts, c'est-à-dire les transferts d'elle. Soit les entreprises marocaines les Kenimbra, soit les Marocains résidant à l'étranger. Benisba, le compte capital, c'est-à-dire un canadro là, les entrées en capital, c'est-à-dire les, c'est-à-dire canadro là, le capital d'il l'État, مثلا l'État marocain دايره واحد l'investissement برا. Avec l'investissement, bien sûr, كتخدم فيه واحد الكابيتال. دونك دوك الأرباح كيدخلوا في الكونت كابيتال. بالنسبة للكونت فينانسي فيه بزاف ديال لي روبريك. واش دابا سي بون الصوت كيتسمع مزيان؟ D'accord, ça marche. بالنسبة le compte financier فيه خمسة ديال لي روبريك. أول وحدة عقلوا عليهم مزيان، les investissements directs à l'étranger, les IDE. هما les investissements liquidero les entreprises étrangères في المغرب. كيجي مثلا un investisseur من برا وكي يجي مثلا كيدير واحد لوزين ديال لا كونستركسيون ديال لي زوطوموبيل ديال لي فواتور. دونك هذا كيتسمى ان انفستيسمون ديريكت ان لترونجي. ثاني حاجه كاين لانفستيسمون اون بورتفوي. فاش كنهضروا على بورتفوي كنهضروا على لي زاكسيون اي لي زوبليغاسيون، ستادير لاشا اي لا فونت ديال لي زاكسيون اي لي زوبليغاسيون، يعني كنهضروا على لا بورص. ثالث حاجه كاين لي برودوي ديريفي، برودوي فينونسي ديريفي، بحال مثلا لي برودوي داسيغونس. مثلا فاش كتمشي لا بنك ديالك كدير واحد لا سوسكريبسيون ديال ديال ان برودوي داسيغونس. بحال مثلا كدير واحد لو برودوي ديال لا روتريت، مثلا كل شهر تبقى تجمع لك 200 درهم دو روتريت، تبقى تجمع لك في كونت بونكير ديالك. هذه كتسمى ان برودوي فينونسي ديريفي. كاين عاوتاني لي زوطخ انفستيسمون، يعني نيمبورت كيل اوتخ انفستيسمون كيدخل في هاد لا روبريك. كاين عاوتاني لي زافواغ اون ريزيرف، سيتادير لي زافواغ اون اور اون بترول. هنا كنهضرو على الذهب على البترول، يعني لي ميتو بريسيو ولا لي ماتيير بروميير اللي كتكون عندها دو لا فالور. دونك هادي هي لا بالونس دو بايمون. دابا غادي نشوفو شنو هما لي زانديكاتور دي كوميرس اكستيريور، سيتادير لي فورمول. بالنسبة لي فورمول اللي كيتحطو بزاف كاينين تقريبا سبعة. أول وحدة لو سولد كوميرسيال،
دونك هنا خاصني نحفظ الفورمول بلس نحفظ لا ليكتور، لان لا ليكتور مهمه بزاف. اول فورمول هي سولد كوميرسيال. سولد كوميرسيال ديجا شفناه في الدرس ديال لي زاغريغا دو لا كونطابيلتي جينيرال. اكسبورطاسيون دي بيان مو امبورطاسيون دي بيان. شنو كنقولوا في لا ليكتور؟ الا كان لو سولد كوميرسيال بعدا الحمد لله ديما في المغرب ديفيسيتير، ديما غادي نقولوا بان لو سولد كوميرسيال، سواء كنقول بان لو سولد كوميرسيال est déficitaire de X millions de dirhams ou la X milliards de dirhams ou la Kangoulou les importations Kangoulou au Maroc en 2019 les importations dépassent les exportations de X millions de dirhams. Elle accepte que le solde les khrjlien. بالنسبة الفرق ما بين الانفستيسمون بوبليك الانفستيسمون بريفي، الانفستيسمون بوبليك كديرو ليطا، يعني الدولة اللي كتمول دوك لي بروجي، الدولة هي اللي هي لو بورتور دو بروجي وهي اللي تربح من داك لو بروجي. في الانفستيسمون بريفي سي ليطا كي فا فينونسي لو بروجي، ولكن il va ماشي ليطا اللي غادا تجيريه، ولكن غادي يجيريه دوطخ اونتيتي او دوطخ بيرسون لي كومبيتونت في لو دومين. الى ما درناش لا ليكتور تحسب لك غير النص ديال النقطه بيان سيغ، الى خرجت لك الفورميل وريزولتا صحاح. دونك دوكو غادي تسالي لا بريزونطاسيون دابا، دونك عاودوا خرجوا عاودوا دخلوا دابا نيت ان شاء الله.